FM. الكلمة ليك. نرجع لكم في ريكاب الموعد اليومي، موعد تحليل الأحداث الأكتواليتي اللي قاعدة تصير كل يوم. نعود نفكروا بالحدث اليوم، حدث استشهاد 8 من جنودنا البواسل، 10 جرحى، في حصيلة عملية بوشوشة اليوم، حصيلة أولية. العدد مازال في تزايد حسب الأخبار اللي قاعدة توصل. الجرحى إن شاء الله ربي يشفيهم. جوستمون حاضر معنا السيد عبد الله العبيدي، دبلوماسي سابق، محلل سياسي في فقرة فاس فاس. مش حاولوا نحكيوا على عملية اليوم في بوشوشة. سي عبد الله مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد الله. هلا وسهلا. فاس فاس. العملية 8 قتلى سي عبد الله اليوم، 10 جرحى، حصيلة ما زلت في تصاعد حسب الأخبار اللي قاعدة تورد من تونس حاليا. ما زلت برشا أخبار من الضربة بعد ندوة صحفية للمقدم بالحسن الوسلاتي كان أعلن عليها العشية في حصيلة. كما قلنا الخبر اليوم مؤسف جدا ومحزن. تداعيات سي عبد الله. الله يرحمهم. هذا يعني فاجعة، تعد فاجعة، وإن شاء الله التدابير مستقبلا تتخذ حتى نتفادى هالأمور هذه، لأنه ثم شيء غريب شوية. يقول السيد هذا المرحوم وزاد مات، وإذا كان مضطرب نفسانيا نجم نقوله كان الله يرحمه، يقول ممنوع من حمل السلاح، بحيث ما يزمش يمنع من حمل السلاح فحسب، وإنما اتخذ أدابير العلاج ولا لإبعاده ولا عزله على أماكن اللي فيها سلاح، خصوصا أنه ما نعتقدش أنه هالشيء اللي أقدم عليه معزول في مجموعة الأفعال اللي يقوم بها من اللي يقوم من النوم حتى اللي يمشي يروح. دونك الأمور هذه الحقيقة ثم نوع ما احنا ما يكفيش أنه نقولوا شهداء ونقولوا احنا الحقيقة المسؤولين على الأرواح هذه، يلزم يأخذوا تدابير ويلزم يتسائلوا. ربما ما زالت الأمور سخونة وكيف نقولوا حاجات من نوع هذا تزعج، لكن تعدت الأمور هذه، سواء كان الأحداث المعزولة هذه وإلا ما يدور في أماكن اللي فيها إرهابيين. احنا نحب نحاسب ونتحاسب على أرواح أبنائنا، لأنه هذوكم ناس يعني أؤتمنى عليهم هالأولاد هذم. باهي أن واحد يستشهد في سبيل بلاده، أنه لكن الاستشهاد والشهادة ليست غاية في حد ذاتها. إذا كان النجم نوصل للنتائج اللي نحب نوصل لها بدون شهادة، والله الأجر ثابت، على الأقل أجر إذا كان مش أجرين. بخصوص سي عبد الله العملية، هل هي عملية إرهابية ولا؟ المقدم بالحسن الوسلاتي كان قال أنه استبعد أنه تكون العملية عملية بوشوشة اليوم، استبعد ولكن قال زادة نجم منعزلة. تكون قال لأبحاث نجم تثبت هذا، وقال تثبت يعني مؤسسة محترمة مثل الجيش لا يستبعد حتى يعني فرضية. وأنا نحب نذكر حاجة أخرى، يعني ملاحظة فيما قلته منذ حين، يعني المسائل والمحاسبة، المسؤول راهو مهما كانت جسامة الأحداث يزمو يقعد موضوعي ويقعد أعصابه هادئة. يعني في كل لحظة يزمو يتحدث بطريقة موضوعية، مش استنى حتى تبرد الأمور وطوان خمه، لا. المفروض هذاك الطيار يعني في السماء وثم زوابع، يزمو يقعد أعصابه هادئة ويخمم بطريقة موضوعية، بحيث في كل لحظة نقوله العقل والعقلانية عموما والرشد مطلوب. وهذا علاش انا اوصي بذلك مهما كان سي عبد الله. جوستمون فما شكون الى بوسي التحليل الاكثر من هذا، يقول معناتها ربما هذه تكون مربوطه بال كحدث اذا كان مدبر، معناها مربوطه بالنتائج او فحوه الزياره نتاع رئيس الدوله الى الولايات المتحده الامريكيه والعلاقه مع لوطان. بون فما ما تعرف سبيكولاسيون، احنا نقولوا لا، ولكن فما ناس يطلق لها العنان. فما اللي ربط يعني الحدث، فما اللي ربط الحدث هذا بزيارة السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية الولايات المتحدة. مهم أنه يقع التفكير فيه. ولا أستاذة يعني إذا كان مش اليوم غدوة. أنا نحب نحكي نكتة في المجال هذا. فما واحد ولي هرب الواحد بحصانه يا أخي دعا به، قال له إن شاء الله يصير لك ويصير لك، مشى الحصان شوية وتحرج، قال له علاش يا سيدي فلان، قال له لا هذه دعوة قديمة جات جديدة ما زالت ما جاتش. ربي يستر، بحيث يلزمنا نتحسب ونتوقع ما تحمله لنا
قادم الأيام بخصوص هل الشيء اللي يحصل في أمريكا. اي احنا طيب نرجع لك سي عبد الله، سامحني مدام فاطمه، نرجع لك سي عبد الله، برشا حكيو على انه الامر هذا مرتبط بعمليه ارهابيه والى لا، والى مرتبط بوجود ربما تململ واستياء داخل المؤسسه العسكريه. لا ان شاء الله ما ثمش تململ واستياء داخل المؤسسه العسكريه، وان شاء الله يثبت ما تقدم كفرضيه اولى انه المعني بالامر المرحوم، كذلك نقولوا هذا مضطرب نفسانيا، ولا المرجح انه يكون مضطرب نفسانيا، وان شاء الله الفرضيات الاخرى في برشا بقايا معناتها. تتذكر في امريكا اللي شد السلاح على زملائه هستر في العراق وقتها، كان تتذكر؟ انا نحب نقول انه في الجيش الاسرائيلي اليوم عندهم كارثه في الانتحارات. اي صحيح. والمنتحر نفسانيا، يعني يقولوا علماء النفس انه اللي باش ينتحر يكون خمم قبل باش يقتل غيره. أيه. هذا نفسانيا مثبت معناه. مثبت. أيه. مازال حاضر معنا سي عبد الله العبيدي، دبلوماسي سابق، محلل سياسي. أيه. مدام حكينا اليوم نحاول نخرجوا، مدام شويه كنت محلل سياسيه حاضره، كنت شاهده عيال اليوم. أيه. على اللي صار في بوشوشه. أيه. لو كان نحاولوا نقربوا الصوره شويه، كيفاش صارت؟ لا هو العمليه صارت كيف ما بلغت الناس الكل، ونعاودها لسي عبد الله هو يعرف اني وقت تحيه العلم، وقت تحيه العلم عاده السلاح يكون ماهوش مشغل معناها، يعني ايفيدامون الناس الكل يعرفوا. فصار اللي صار، اعتقد انه زاد معناتها الابحاث توا متواصله، ومعناه تكون مؤسسة ما تحترمش نفسها لو كان ما تحطش الفرضيات الكل. أسوأ الفرضيات وأخف الفرضيات بيان فيدامو حسب اعتقادي، ذولي أنت توافقني. توافقك على طول. أي. اليوم احنا توا نخليوها الأبحاث، وربما فما حاجات جديدة بجدي، ونمشيو مباشرة للي يسميوها هذه التفاهمات، فما اللي يسميوها اتفاقية، هي مش اتفاقية راه اعلان نوايا هكا تم تسميتها، معناها حاجه كيما الكادر معناتها. الكادر نتاع اعلان نوايا كيما صارت مع السيد مهدي جمعه السنه الفارطه معناتها، في قريب الوقت هذا حاسينه، بعد بشهر من الوقت هذا ولا بعد بايام دونك وقعتك الشراكه الاستراتيجيه، ومرينا منها حتى شيء الحقيقه معناتها. وفما شكون يحاول باش يضر الرماد في العيون ويقول سي عبد الله اللي راهو الطلب نتاع تونس اني امريكا الولايات المتحده الامريكيه باش تضمن في ضمانات قروض ب 500 مليون دولار معناتها ضمن الاتفاقيه، مش صحيح معناتها. هذيك طلبت من وزير الخزينه ووزير مع وزير، وطلبها رئيس الدوله، ومازال الاتفاقيه مازال ما صارتش، اعلنت عنا وياها ان هي باش تعطينا هالضمانات نتاع القروض، اما سينو الوثيقه اللي صحح عليها جون كيري والسيد محسن مرزوق هي كما اعلن نوايا كما قال ياسين توا، شنو رايك فيها؟ انت تبعتها؟ ماذا بينا تعطينا خفايا؟ نعرفوا اللي انت دبلوماسي، اللي انت برانشي برشا على الغرب وتعرفهم مليح، ماذا بينا تحطها لنا في اطارها، ونعرفوا اللي انت راكز وماكش لا عندك تحب على بوست ولا حتى شيء، بالعكس معناتها انت ثم ضمانات الامريكيه موضوع. اللي يهم المستمع والمواطن التونسي هي ضمانات الضمانات. اش ضمنا لهم احنا باش يضمنوا لنا هما؟ الضمان مقابل الضمان. والضمان ماذا بينا يفسروه لنا علماء البلاد في الشأن هذا، كيف ما نخلصوش أمريكا باش تخلص في بلاصتنا، وكيف ما نخلصوش وباش أمريكا تخلص في بلاصتنا، شنو المقابل نتاعو؟ لأنه أمريكا نعرفوا ما تعطي حتى شيء. أمريكا عطاتنا في الأربع سنوات ما بعد 14 جانفي 570 مليون دولار، منهم 260 مليون للجيش كما تعمل مع مصر، كما لو كنا احنا نعد على قدم وساق لحرب. نحات منهم حق السفاره، تصليح السفاره؟ نحات ما نحاتش منهم، لا ما نحاتش منهم، مازال هذاك ملف ملف مفتوح، لكن حتى اذا كان ما نحات منهم حتى شيء، وحتى كان ما نحيوش منهم احنا الامور العسكريه اللي تم هي اكثر من اللي تمنا احنا، تبقى يعني تفتوفة مثل ما يقال باللغة العامية. الضمانات هذه ألمانيا توا منذ أكثر من 15 سنة التجت إلى الموضوع هذا، بونيفيكاسيون يسميوها، تقول برا مشيو خذوا قروض وأنا نعطيكم الفوائد.
هذيك الإعانة. أمريكا معروفة ألمانيا عملتها مع تونس، أنت عندها سنوات تعمل فيها مع تونس. على فكرة ألمانيا الستركتور الهيكلة متاع التعاون متاعها مع تونس هي من أحسن الهيكلات، لأنه يعني الألمان ينفذوا إلى يعني أصل الأمور ويحاولوا يلقوا معك مع الطرف المقابل الحلول اللي تتناسب مع إمكانياتك ومع مشاريعك التنموية إلى غير ذلك. أمريكا نعرف عليها شيء، أي دبلوماسي يشتغل في متعدد الأطراف أو الثنائي في أمريكا يقول لك أمريكا ما تعطي حتى شيء، تساومك، تعمل لك الشونتاج، تجي تقول لك أنت عندك خاطر هي مطلع على كل شيء، تقول لك أنت طالب قرض من صندوق النقد الدولي ولا من البنك الدولي ولا مرشح زيد في البقعة الفلانية للمؤسسة الفلانية، إذا كان ما توافقنيش على هذا راو القرض متاعك ما يتعداش والمرشح متاعك ما يتعداش، لأنه هي عندها صوت يقول القائل، لكن عندها هيمنة بالطبيعة في المؤسسات ما يسمى ببريتن هود، وعندها يعني مجموعة كبيرة من الدول تدور في فلكها وقت أنت ترشح حد حتى في الجامعة العربية تقول لك تهنى إذا كان ما توافقنيش ولا ما تصوتش معايا في الأمم المتحدة على الموضوع هذا رغم مرشحك ما يتعداش حتى في الجامعة العربية جدي بيان. دونك هذا كيفاش أمريكا تتفاعل. أمريكا حجم التعاون لانفلوب فينانسيير نقولوا احنا في الخارجية، أنا كنت سابقا مسؤول في الخارجية، يعني 65 مليون دولار في العام، هذه هي الحكاية وتدر، هذا هي مثل مش حاجة أخرى، هي وانجلترا حجم المبادلات معها والتعاون ضئيل جدا، و يعني بونو مالان كما يقولوا بالفرنسيس يعني من العام العام تعطينا الزايد ولا الخردة بالعربية، مش منحبش المواطن يفهمها بالدرجة، الخردة متاع لوروبو متاع الأسلحة متاعها بمقدار مليون دولار في العام أو مليونين، أي ما يفوتش. نحب نذكر في الأشهر الأخيرة، والأخت فاطمة تعرف هذا على خاطر تتبع الأمور، جانا رئيس لأفريكوم، خاطر احنا وبلدان أخرى في أفريقيا فما حاجتين طبعا نفكر فيهم السادة المستمعين، جانا متاع الأفريكوم طبعا مدة يحاولوا فينا وبلدان مجاورة باش نستضيف قاعدة الأفريكوم، الأفريكان كوماندمنت يعني القيادة الإفريقية لحلف شمال الأطلس، وما أنه ما حتى بلاد ما قبلتهم توا متمركزين في شتوتغارت في جنوب، البلاد اللي ما قبلتهمش الجزائر، ما قبلتش المغرب، الجزائر ما يجيش البانهم حتى باش يحكيوا معها الجزائر في الموضوع، والمغرب تولي قدام مواطنيها على خاطر المغرب قريبة ياسر ليهم، لكن قدام مواطنيها ما تنجمش تسمح روحها بهذا، وبلدان أخرى ليبيا بالطبيعة نتاع معمر قذافي ما تقبلش، وحتى ليبيا هذه طلعت كيما معمر قذافي يعني عندهم نسبة هائلة من الوطنية. دونك لافريكوم جانا دافيد رودريغيز اللي هو القائد رئيس أركان هالافريكوم هذا، صحيح، واتصل بأعلى مستويات السلطة في البلاد واقترح علينا 100 مليون دولار وهلة واحدة من الأسلحة والتجهيزات، هذا جانب. وما زلنا ربما ما عندهاش توتورة، عندها تقريبا بضعة أشهر على كل حال، بضعة أشهر، ونعرف اللي وقعت إعادة تأهيل مطار قفصة، صحيح، اللي هو كان عسكري ووقعت التخلي عليه وهو على مرمى حجر من توزر، وإحنا إمكانياتنا ومواردنا شحيحة في الآونة الأخيرة في التوى وما نجموش نخدموه، ما نعتقدش أنه يعني أهلناه بإمكانياتنا احنا، وشوفنا في التلفزة وكل مواطن متتبع لشان العام لاحظ أنه في بعض أماكن مشاركة عسكر أمريكان في إعادة بناء ولا بناء ولا ترميم مستشفيات قريبة من الحدود، صحيح، وبالطبيعة هذا الكل خاصة في الجنوب، صحيح، هذا الكل يولي أمور خفيفة بالمقارنة بالاتفاقية ولا اعلان نوايا اللي وقع الامضاء عليه في خلال تفسر لنا شوية هذا هو تفسر لنا اعلان النوايا هذا بعد البوب جوستمون بعد البوب نرجعكم معنا تفسر لنا هالاتفاقية هذه كيفاش علاش شنو هي الكونجونكتور نتاعها شنو هي شروطها وعلاش خاصة هذا ممكن راجعين بعد البوب مع الاستاذ عبد الله العبيدي دبلوماسي سابق محلل سياسي في فترة فاس فاس عد وقتك على كاب اف ام توا الستة تبع راديو كاب اف ام
حاب تقرا في نابل وتولي انجينيور اي تي بزنس سكول لا سول ايكول دانجينيور انابل بروبوز دي سيكل انجينيور بيرسوناليزي ريزو انفورماتيك سيستم امباركي انفورماتيك ديسيزيونيل اي تيليكومونيكاسيون اي تي بزنس سكول اون نوتوريتي انترناسيونال ان كادر اي تك اي ان ستاج غارانتي اي تي بزنس سكول سيتي المحرسي طريق الحمامات نابل انفو لاين 72 233 777 والا www.itbs.com.tn Joyce Hamamet, sponsor officiel de votre bonheur, a mis à votre disposition une offre belle. Temchi Techo Artic, liatio que Feliblech. Eh oui, doublement satisfait. Mais la menrir matramum. Joyce, hey Alhan. Joyce, Story Mode. TNT تلفزيون نوميريك تيرستر والا شبكه البث التلفزي الرقمي الارضي TNT نوع من الارسال يخليك تستقبل القنوات التلفزيه الرقميه الارضيه ولا حاجته لا بقصعه لا بريسبتور باش يخدم وهكاكا تولي عندك باقه من القنوات التونسيه وباش تتمتع بكل مميزات TNT يلزم يكون عندك اونتين وتلفزه LCD LED بلازما MP4 خاطر فيهم ديكودور TNT انتغري وكان تلفزتك قديمه يلزمك تاخذهم على الانتين ديكودور TNT externe. وتوا مع TNT الدغديش متاع الانالوجيك يتنحى والتصوير قريب تنطق. الأكثر معلومات زوروا موقع الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي على tntunisie.tn أو الاتصال على الرقم الأخضر 80 10 17 17. Chaque lundi vivez les meilleurs moments du musique à partir de minuit jusqu'à 2h du matin avec DJ Sabor à l'ancienne. 2h de mix funk, disco, dance and rock and roll. Radio Cap FM Capti Mouja Récap. ستة ودقيقتين على كاب فم. مازلنا نحكيو على تداعيات زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. نحكيو زاد على عملية بوشوشة اليوم حصيلتها 8 شهداء من جيشنا الوطني وعشرة جرحى، واحد في حالة خطيرة. حضر معنا السيد عبدالله العبيدي دبلوماسي سابق ومحلل سياسي. سي عبدالله نرجعو نحكيو على تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. مازالت تفاصيل ربما ما تحكيش عليها، فما حاجات مازالت ما تنشرتش ما خرجتش. ما تنشرتش كل شيء تقريب. الحقيقة في أمريكا اللي يعرف تونس يعرف البوينتور متاع تونس نجم يشري لها صبات. يعرف شنو الشيء اللي نجموا نطلبوه من تونس وشنو وعلاش أمريكا وغير أمريكا تخطب ود تونس. مش لتنمية تونس ولتقديم تونس إلى غير ذلك. والإعلان عن النوايا هو أكثر من إعلان عن النوايا. وفات بوعودها الزيارة هذه؟ شوف والله يلزم نعرفوا شنو وعودها الساعه. اي احنا نحبوا نعرفوا الزياره باش نجموا نزيدوا نسالوك اكثر، لانه اليوم الممضي على الوثيقه السيد محسن مرزوق في احدى الاذاعات قال توا يعرفوا قيمتها الزياره هذه والاتفاقيه او التفاهمات في قادم الايام من السنوات، لانه باش تعمل الرفاهيه ونعشموا ونعشموا. دونك يعني سي محسن مرزوق يبيع بالكريدي. المفروض انه قال لنا جابت اليوم، هو اذا كان جاب حاجه معاه يقول هاو جبتها، خاطر السياسه غوفرني سي بريفوار، مش يقول هاو باش يصير دي حاجات باهيه، يقول هاو الحاجات الباهيه. وقال لانه المذكره هذه مذكره التفاهم جات في اطار يعني توطيد العلاقات الاستراتيجيه بين امريكا وتونس باش تساهم في رفع ربما مستوى العلاقات بين الزوز بلدان، في خاصه في حربها على الارهاب، وهذا قاعدين نشوفوا فيه تقريبا. يا هل ترى باش يعاونونا في الحرب على الارهاب والا باش يستعملونا من اجل الحرب على الارهاب اللي هما يعرفوه؟ شوف العلاقات مع امريكا وطيده منذ ما قبل الاستقلال، ونعطيكم اسم دوليتل هذا قنصل امريكا اللي كان صديق بورقيبه، وامريكا وقت اللي كانت هي بنفسها تحرريه وكانت قاطره للاخلاق السياسيه كانت تونس قريبه منها جدا، وحتى النقابه متاعنا بورقيبه منع فرحات حشاد رحمه الله ان يعني يلتحق بالنقابات اليساريه
قالوا المستقبل مع نقابات الغرب وخصوصا نقابات الأمريكية. ونعرف أنه بورقيبة مشى حتى لسان فرانسيسكو برفقة المرحوم فرحات حشاد وحضر مؤتمر نقابي وحاول يناضل في سبيل تحرير تونس انطلاقا وفيت فرحات هو اللي هز لا هو وفيت فرحات كانت عنده علاقات من خلال السي اس ال وتدخل معناتها وبعثته السي اس ال لا انا قلت منذ حين لا لازم شوف ما نغلطوش حتى النقابه اي فهمتك النقابه فهمتك. خلقها الحزب هذا لازم نقولوه وكما قلنا الحبيب بورقيبة هو اللي قال فرحات حشاد التحق بالنقابه هذه وعلاقاته مع دوليت اللي كانت سبقت حتى انشاء النقابه. المهم انه بورقيبة واحنا كنا قراب من الغرب شريطه ان الغرب العقلاني القيم الغربيه اللي موجوده عند الفلاسفه وعند العلماء وعند كذا شريطه والتفريق بين السلطات الى اخره بالضبط شريطة أن يكون تكييف علاقاتنا مع هذا الغرب انطلاقا من مصالحنا احنا تونس اليوم واليوم نقولها لأول مرة تونس يحول فينا تدريجيا إلى أردن المغرب العربي كيف يستقبل باش تولي قاعدة خلفية فين القوى الغربية تلقى راحتها أنا لو كان بودي نسمع أوباما يقول تونس شريك يعني هام ولا استثنائي ماجور بدون ما يكمل en dehors de l'OTAN على خاطر نعرفوا كي تلتحق بالكلمه هذه بالصفه هذه لوطان نعرفوا لوطانش فيها المحتوى امن وعسكر واحنا تونس ماذا بينا ما ندخلوش في المتاهه هذه نتاع يعني امن وعسكر ونعرفوا كيف يسلحونا ويعطيونا احنا نعرفوا حاجه اخرى نقولوها الان والمسؤولين نتاعنا في اعلى مستوى لو كان يلتجئوا للكفاءات نتاعنا الامنيه اللي موضوع على الرف في الوقت الحاضر في بضعة أشهر طول الأمر يستقر عندنا في تونس. بربي نحب نسألك سؤال سي عبد الله مدام أنت توا قلت معناتها معناها المصالحهم والكل قبل ما تزيد تواصل تغوص في هذا أنت قلت قبل في تصريح قلت اللي راهو أخبار نيو ومازال ما أعلنش عليه حد الآن فما حتى حد تكلم عليه قلت اللي راهو بعثوا لتونس بطريقة باش توصل رسمية أنا علمت به قلت اللي راهو المشية متاع سي الباجي الجيسات باش تكون ماشية أونوغيفيك أكثر منها فيها حصاد لأنه السنة هذه عاملينها الجنوب أفريقيا فسرنا هذه هذا الشيء نأكدوا لأنه هما عندهم سيستام كل عام نيجيريا هما يختاروا ناس باش يعاضدوهم على هما كبرى الدول الاقتصادية في العالم الجيسات وجي هما جيويت ولات وقت اللي يضافوا لها روسيا وبعد توا بعدها رجعت دي جيسات ويفركسوا ناس يعني دول قوية اللي تنجم التعاون على توجيه القاطرة الاقتصادية في العالم اي نعم نيجيريا افريقيا الجنوبية اثناء عام افريقيا الجنوبية ونزيد نقول اكثر من هكا سيلباجي كان يقول لنا بتكرار مرارا وتكرارا ان تونس لم تحصد ولو مليما من لقاء جيويت في دوفيل وقت اللي هو كان وزير اول رئيس حكومة وقتها وابهروا في دوفيل من شكون أبهروا بنوري جويني اللي هو قاري في أمريكا وأستاذ اقتصاد ومالية إلى غير ذلك هو محطوط على الرف محطوط على الرف وطلبوا منه باش يخدم يعني تحت الطاولة قال لهم لا يا ما نخدم في العلن ولا ما نخدمش نوري جويني وقت اللي تقدم في دوفيل إلى جانب سيلباجي قايد سبسي بوهت الذين يعني قالوا تونس فيها الكفاءات هذه تونس عندها قيمة اعتبارية كبيرة اللي مع الأسف قاعدين نخسروا فيها أنا نحب نقول لكم توفيق بكار وغيره كل يعني على الأقل أنا نعطي أمور موضعية حاجة سمعتها وقالوا لي أنه أبهروا وأنا قبلت ناس من الغرب من بلدان بعينها قالوا لي راهو عندكم كفاءات بالطبيعة الألمان قالوا لك لا مش الألمان برك احنا ما عندناش علاقة كان بالألمان برك على خاطر ثم لقاءات نحضر فيها فيها ناس أخرين من جهات أخرين أنا نتفكر نعطيكم مثال مصطفى كمال النابلي كنت في ألمانيا وتوسط له باش نمشي أعمل محاضرة في برلين كلمني رئيس المعهد بتاع الدراسات بتاع التنمية قال لي يا سي فلان إذا كان عندك برشا من السيد هذا مستعدين نبعث لهم تذكرة الطائرة والدنيا الكل وصفه لي وصف يعني يخليك تعتز أنك تونسي والحمد لله ما ثماش كان مصطفى كمال النابلي فما خيرات ربي من الناس هذوما هم محطوطين على علاقتنا معاه نحب نضيف معلومة هامة جدا أنا نقول لك حتى أكثر من هكا يبدو ولا متأكد أنه تونس ساعات باش تحضر في الجيويت الجاي جيسات وجيسات ويت هو ولا يسميوه توا جيسات جيويت وساعات وقالوا لها راه مش ممكن
قالوا قالوها لي بلغة أخرى سي كونتر لو سيستيم. والتنبيه حتى لا تنتابنا خيبة أمل. قالوا راه ما مش باش يحصل لها حتى شيء، قد تحصل معجزة، لأنه احنا لأمر بسيط نعرفوا الناس هذوما ما يقروا كان بالتصويت وبالمؤسسات نتاعهم، الناس نتاع مؤسسات واضحة من قبل. احنا نعرفوا توا قبل ثلاثة أيام أوباما حب يحد من مسؤولية الـ NSA ذيك نتاع التجسس. صحيح. الكونغرس صفعوا قالوا لا ثم أمور ما تصيرش، لأنه أحدث شوية حرج في ألمانيا التنصت على المستشارة الألمانية وجهات أخرى وبعشرات الملايين يوميا، يعني يقع امتصاص المراسلات القصيرة للأسماس وفاكسوات وكذا. ألمانيا تقلقت وفاقت ألمانيا أنه فرنسا أنه المخابرات الألمانية متواطئة مع المخابرات الأمريكية نسا للتجسس على فرنسا ليليزي والكي دورسي إلى غير ذلك. حب هو يحد من الصلاحيات يا أخي ما سمحولوش. حبيت نقول أنه الجيويت هذا ولا الجيسات مثل ما أردنا ما ينجمش يعطي حتى شيء إذا كان ما يرجعش القواعد، ما يجيش الرئيس. أحنا كيف نمشيه نجم نسكروا البلاد ونحطوا المفاتح في مكتبنا كمسؤولين كبار رئيس ولا في وقت من الأوقات تطول الحمد لله حتى احنا بدينا نلتحقوا بركب الديمقراطيات، لكن احنا نسخايلوا أوباما نجم يعمل اللي حب. أوباما شفنا كيفاش الكونغرس قبل نتنياهو بالرغم عن أنفه، ونتنياهو جاب معلومات استخباراتية على اللقاءات متاع لوزان، وبايدن عمل لقاء مع 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 نتنياهو وضد أوباما، وأوباما خذها بتفدليكا قال هاوكا في المراسم الدفن متاعي معناها جاو يحكي مو تحسبا مو بايدن زادا تخامروا فكرة الترشح نعم للبريمير ومن بعد دونك بالنسبة لتونس توا شنو اللي حصدنا احنا؟ لا شوف اللي حصدنا، شوف انا سئلته في مكان اخر اش ماشيين نعملوا في امريكا؟ اي امريكا هي خاطر ليه زيارة الدولة هي القمة القوة الاعظم الوحيدة صحيح. واللي تكتب السيناريوهات للمسرحية متاع العالم، مشينا يعطيونا دورنا يوريونا كيفاش نحفظوه. شنو دورنا؟ دورنا نستناو التعليمات، احنا ما كناش مهددين من اي طرف اللي نجم يهددنا حقيقيا. ونحب نعطي مثال لهذا، البلدان القوية متاع الغرب، احنا جارنا الغربي الجزائر والحمد لله شقاء، وحتى التوا ما صارتش يعني امور سيئة بيناتنا، واحنا شفنا في حاجتين حاب نذكر بيهم السادة المستمعين والسيدات. في قفصة كان عندنا من أحسن سفراء تونس اللي قرب لأمريكا سي علي الهدى، مشى يستنجد الأمريكان خاطر كان يقول لنا اللي راهو الأمريكان بجنبنا ويحبوا سي الهادي نويرة وقتها وزير أول رحمهم الله. قالوا له ما تخرج كرتوشة إلا ما روبي سيرونغ اللي خلاص مسبق، وما عطوناش حتى كرتوشة سنة 80 هذه 27 جانفي 80 عملية قفصة، وقت اللي كنا نتعاركوا على الجرف القاري مع ليبيا إعداد الملف الليبي وقع في أمريكا. صحيح. من مؤسسات خاصة لمحالة هذا شيء نعرفوه، ولكن عنده معنى عنده معنى. كانت الدولة تنجم كما توا تنجم تقول إيه ولا لا ولا تعاون ولا كذا، هذوما ناس دينهم فلوس واحد الأمريكان الغرب ودينهم استراتيجية معناتها يحبوا يملكوا بالضبط. اي دونك احنا تو شنو باش يستعملونا معناتها؟ فما حاجه باش تصير لا قدر الله في القادم الايام احنا التحسبات هذه وهالامنيات وهالواحد ليش؟ شوف انا نحب اشياء يغفل عليهم الملاحظ. الحديث اليوم على السينساد على الساحل والصحراء. الساحل والصحراء. الساحل والصحراء لمستمعينا ولخبرانا الكثر اللي ما يحكيوش على الموضوع هذا، نحب نقول لهم انه الساحل والصحراء تمسح 8.5 مليون كيلومتر مربع. صحيح. 17 مرة قد فرنسا. صحيح. وبالإمكانيات التقليدية ما كانش قابلة للاستغلال. صحيح. والتنقيب. صحيح. اليوم اكتشفوا عبر ما قاله الخبراء اللي كلفهم القذافي بالبحث أنه تحت الساحل والصحراء ثم بحر تاع ماء، دونك الاستغلال النفط يزمو يسبقوا الماء والحاجات الأخرى اليورانيوم اللي غير ذلك، ينجموا في ظرف وجيز بضعة عوام يقدوا واحات اصطناعية. سي عبد الله، هل اليوم امريكا
معناتها تستنى انها تدخل تونس باش تنجم تدخل الجزائر من بعد ليبيا من بعد والا تدخل مصر؟ لا هي ليبيا عندها، احنا نعرفوا المحيط. شوف ليبيا توا ثم تطبخ على نارين. احنا نعرفوا الحلف الاطلسي كي يقول لنا برنار اونلي لوفي حكايه فارغه، شنو هز فريجته ومشى احتل ليبيا. احتلوا ليبيا، الحلف الاطلسي يحتل ليبيا وقنبلوا وقتلوا الراجل وكذا، باهي قتلوا القذافي ومشوا على نفسهم. خليهم ساعه يتنحروا، خاطر نعرفوا الغرب ولد عنده لوبسيون زيرو، حبش يموت حتى حد من اولاده ضعاف، حتى الاستعمار نتاع بلدانا ولا يبعث لنا في اولادنا اللي كانوا غادي. واليوم هو يمارس في التوحد ما يسمى باللوتيزم. اي هذه نحب نسمع يبعثهم اليوم شتقصد. اليوم ليبيا خليوها تزيد تكسر بعضها بعض حتى تخلط للنيفو زيرو نتاع كيما صار في حرب الخليج الاولى 8 سنين ما بين العراق وايران، ومن بعد جاوا هما وخدموا خدمتهم وحبوا يواصلوا توا معطلين ما عادش باش يواصلوا ولا لا. يعني ليبيا يخليوها حتى تنهار بالكامل وهي منفذ للساحل والصحراء على المتوسط. نعم. وامريكا اليوم موجوده في خليج غينيا، صحيح، غولف دو غيني في غرب افريقيا، وهذه بار كامل من ليبيا الى الاطلسي، وفي الاطلسي باش تلقى المغرب بلاد حليفه وكذا كذا. المغرب خصوصا موريتانيا 4 ملايين ولا 5 ملايين في مليونين كيلومتر مربع، يعني 4 مرات قد فرنسا، بحيث المنطقه مدعوه وتصدي الى العملاق الصيني اللي هو اليوم في ظرف 4 سنوات ولا 5 سنوات ضعف 3 مرات استثماراته في افريقيا. هذا روحنا جينا بين كفي رحاح، احنا ماناش طرف، احنا بيدق يحرك حسب المصالح الاخرى. اذا كان لقاو اذا كان لقاو، انا نحب نقول للناس الكل انه الشعب التونسي باش يفاجئ امريكا ويفاجئ سي الباجي قايد سبسي ويفاجئ الحكومه نتاعه ويفاجئ كل من هو متوجه، لانه عندنا ناس، انا قلت انه يا دلوتيزم التوحد، صحيح، بعثوا لنا المهدي جمعه وصحوا معها اتفاقيات اللي هو ماهوش ما يعرفش تونس، عنده 20 30 سنه لبرا، اليوم يصحوا مع ارواحهم في الاتفاقيات. احنا شفنا الشعب التونسي عام 48 مشى على السفينه. معناه يصحوا معاه على روحهم؟ معناه الاتفاقيه هذه ولا الشيء اللي صار في امريكا اليوم وصح عليه سي محسن مرزوق ماهوش باش يتعدى على مجلس نواب الشعب؟ هو سي محسن مرزوق للحقيقه. سي عبد الله خلينا نجيو، لا لا حاجه هنا سامحني نجيوها الحكايه، خلينا نجيو زاد على الجانب الشكلي في الامضاء هذه بالنسبه لل، لا قبل الجانب الشكلي هاي. غياب مساله غياب طيب الباكوش وزير الخارجيه، ماهيش اتفاقيه خارج. هو سي لا 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 هذا الكل تبرير واهي. هو سي لانه امريكا هي تقرر من بعد هل ترى هي اتفاقيه ولا لا. هما في فلسطين لو كان يلقاه واحد متعدي من غادي معتوه يصح معهم وثيقه الاعتراف باسرائيل دوله يهوديه تو يردوه زعيم وشيخوه. احنا في الحاله هذه من بعد تولي اتفاقيه ولا لا، لكن هو محسن مرزوق ماذا بينا انتم الاعلام تكروا بما فيه الكفايه حتى يقتنع الشعب التونسي بشيء معين. وقت اللي قامت الضجه ضد الامضاء نتاع سي محسن مرزوق خرج هو على العلن وصرح بعظمه لسانه قال راهي حكايه فارغه صححت. قال ماهيش اتفاقيه وماهيش كذا، دونك نجم نصح انت اذا كان ما عندكش حتى الاتفاقيه ما عرفناش اصل شنو فيها. لا اذا كان انت ما عندكش صلاحيه ما تصحاش اولا فيها، لكن فيها زوز عناصر هامه جدا اللي كل واحد يشوفهم. اللي صح معك اسمه كيري سوني با نامبورت كي، واللي وقف وراك رئيس جمهوريه تونس، يعني اللي صححت فيه مهم، يعني يعني مهم برشا عنده دلاله. الشكل احنا نعرفوا اتفاقيه جربه تصحت على ورقه نتاع اوتيل وخوفت العالم الكل، صح. دونك المهم مش كيفاش وعلاش، الشكل مرات يوخر امام المضمون والشكل يولي مضمون وقت اللي ثم قوه تسنده. نحكي لك، نذكرك زاد سي عبد الله اليوم في تصريح ليه السيد محسن مرزوق قال انه يجب تجاوز الشكل والتركيز على المضمون، لانه العلاقات اللي تجمع الولايات المتحده الامريكيه بتونس مستقبلا باش تكون قائمه على عده جوانب منها السياسيه والاقتصاديه والامنيه الدفاعيه الى جانب التربوي. يعني سي مساله الشكل ماهيش مهمه برشا. سي محسن مرزوق ولا يظهر لي عادات امريكا ولا هو يصدر الاملاءات؟ اللي قرر ما هو اهم الشكل ولا المضمون ولا كيفاش نتعاطى مع الموضوع هذا هو نخب تونس واعلاميها والمعنيين واحزابها. الاحزاب ما يقولناش هو من عليين المنبر نتاعو اش نعملوا واش ما نعملوش.
هذا ما يعنيش أنه ما نمنش بالشيء اللي قاعد يقول فيه كذا، لكن والله ماذا بينا توا عشنا فترة لبس بها بالإملاءات الخارجية والداخلية، توا اليوم خلينا نفتق مواهبنا خصوصا شبابنا الأعلامي والسياسي. هذا أمر غريب شوية. أنا نحب نقول حاجة، أنه كيف شفنا أنه أمريكا باش تولي تأثر الأمور حتى الإدوكاسيون الأمور التربوية والأمنية والعسكرية وتنميتنا اقتصاديا، كما قال بيرم التونسي كم لك وكم للمجلس البلدي، نعم. قداش بقالنا اللي نحن باش نخدموا بلادنا اذا كان امريكا باش قد هذا الكل في بلاستنا، واحنا نعرفوا الحكم بالامن، احنا قاعدين نقولوا الاساسي هو الامن، اذا كان سلمناه لامريكا باش تريقلو، دونك الاساس اعطيناه لامريكا باش انا حاب ثمان نقطه اخرى هامه جدا نحب نثيرها. سي الباجي قايس سبسي قاعد يقول لنا كل مره، واحنا ناس مطلعين على شؤون بلادنا، ربما اليوم ماناش مطلعين على خبائر الامور بكل تفاصيلها، لكن يقول لنا لي بورس. انا نحب نقول له اي انا عندي سؤال في هذا، باش نقول لك على ال 400 ايكالك بورس، معناها كمان حاجه مش خايبه. حكومات بن علي رفضتها ابو لانها لي بورس هذه داخله في الليميغراسيون شوازي، ايوا، وتمنح لي خيره ابنائنا وبناتنا. هي صحيح في المرحله الثالثه من فئات اجتماعيه ومن المرحله الثالثه اللي كيمشي غادي ما عادش حاب يرجع. مستيغي. امريكا نعرفوها تعمل نوع من النصيب، كل عام توزع الجرين كارد، هذيك الكارت الخضراء، بحيث سي الباجي اللي قدم لنا فيها هديه، هديه مسمومه حاشا من الصمت كيما نقولوا العاميه نتاعنا، هديه مسمومه قاعدين ياخذونا في وليداتنا. ونقول لكم المانيا اخذت في الاونه الاخيره 150 مهندس اللي احنا نقولوا مستواهم وكذا، هما يعرفوا كيفاش يهزوهم وكيفاش ياهلوهم. قداش عندنا من طالب في المانيا نحن في الهندسه تو في الطب؟ عندنا مئات ومن خيرة مئات، نعرف 600 700، لأنه كنا نبعث المتفوقين في المدارس النموذجية، في المدارس النموذجية ونعطيهم منحة، منحة أولى للتأهيل في اللغة تعطيها ألمانيا، صحيح، ومنحة أخرى نتاع السنوات الخمسة أو الستة اللي يعديهم الطالب غادي تعطيها تونس، والكثير منهم يبقى غادي مع الأسف. وفما برشا يمشيوا على حساب والديهم زادة، مفتوحة ألمانيا. ألمانيا مفتوحة، واللي عنده إمكانيات ونجم يبلوك معناتها 17 مليون فما فوق برشا ناس لبس عليهم، ولا اللي عنده برشا ناس عندهم شركات مع الألمان ولا يمثلوا الألمان، ماذا بهم يبعث ولده باش يتعلم له اللغة ويتعلم له صنعة ويجي يخدم هنا. ألمانيا مفتوحة لكن باحتراز، في وقت من الأوقات كانت البكالوريا نتاعنا ياخذوها أرجون كونتون، اليوم ولات في كل بقاع العالم بعدك التيست نتاع بيزا وجهات اخرى ما عادش موثوق، احنا قاعدين نقولوا ان شهيدنا ما عادش ولات مضروبه ولا ما عادش يقبلوهم بسهوله ولا عاد يديروا امتحانات ولا وكذا، صعبت الامور شويه. دونك ايوه تفضل اذا عندك سؤال. انا حبيت نتنقلوا شويه وتعلقنا على السيد راشد الغنوشي اليوم، كيفاش معناتها النيران الصديقه. نحب قبل ما نختم الفصل هذا نطلب من السيد الباجي قايد سبسي اللي هو المسؤول الأعلى على سياستنا الخارجية، شنو اللي أنتابنا أن وعفينا بلدان إفريقية عندنا فيهم حتى مصلحة من التأشيرة. أنا علاش نسأل السؤال هذا، مش عفوي، وعلاش نسأل السيد الباجي قايد سبسي مش تطاولا، لأنه هو الديبوزيتير متاع مصلحة تونس، ولأنه هذا أمر هام جدا، لأنه شفت في دراسات تاع معاهد دراسات عليا كبيرة يقولوا أنه يحبوا يحولوا المغرب العربي لمنطقة متاع التصدي للهجرة. يقول لك كيف يجيوا يقعدوا غادي ما يجيوناش لنحنا، إن زون دو ريتونسيون، وما ثماش حتى موجب باش الكونغو ولا بلدان أخرى، ونسألوا سي العبدولي كذلك اللي قام ورقد وقال هذوما بلدان معفين من التأشيرة. شنو المقابل وشنو أهمية المصالح اللي تربطنا بالبلدان هذه؟ هذا ذاك باش نوجه السؤال لأعلى مستوى السلطة. واضح سي عبد الله العبيدي دبلوماسي سابق المحلل السياسي، ما زلت حاضر معنا في فقرة فاس فاس عن الأخبار الاقتصادية، بعدها تجيكم الأخبار الرياضية تود سويت وراجعين. وعلاش ما يحسبوناش دولة؟ معناتها كيري المفروض يكون قدامه انستيتيوشنالمون معناتها وزير خارجي. والله احنا قاعدين نشوفوا أنه إمكانياتنا تشح شيئا فشيئا، وأصبحنا مرتبطين وغير مستقلين، مرتبطين بالخارج لهالدرجة، حالنا خايبة. وقت اللي نحكيه على الضمانات ونشوفوا نسبة المديونية
قداش وصلت ويعني 54% من الناتج اي انا باش نسالك سؤال سي عبد الله في الاتجاه هذا حطه في اعتبارك البارح اليوم ولا شنو اعلنت اليونان ان هي مش باش تخلص البارتي نتاع هذه الاستحقاق هذايا نتاع الليفامي ما قالت ما عنديش فلوس تو سامبلومون ما تحتاجش دار في الملاسين يضل لا بالنسبه احنا شنو حكايتنا لا الفرق 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 انه اليونان هي جزء من اوروبا واليوم حتى رئيس البنك المركزي الاوروبي يحكي على ما يسمى بتعاونيه طريقه تعاونيه لمجابهه لا ميتواليزاسيون دي ديت ثم كان المانيا رافضه هذا المانيا طالبه حتى من فرنسا المانيا قبل بضعه ايام وزير شويبله هذا وزير الماليه الالمانيه قال يلزم النصب ووصاية على فرنسا وثم ما يسمى الكريتير تاع ماستريخت دو كونفرجنس صحيح يلزم ما اكثرش من 3% من ديفيسيت بيجيتير ما كذا كذا فما شروط قال فرنسا المانيا مطالبه باش تسوي امورها عام 16 سويتهم السنه كل شيء مريقل بالنسبه لفرنسا مازالت امورها يعني داخله بعضها قال يلزمنا نعملوا وصاية لا كوميسيون تاع بروكسل ونعينوا زوز دول ثارت ثائرة فرنسا يعني باش تحطوا فرنسا بطمي تميمها تحت وصايه لان هكاك توا تحت وصايه نحن احنا اقل يعني اكثر من الوصايه حبيت نقول اقل ليش لانه ما عاد عندنا حتى شيء احنا مرتبطين قاعدين نقولوا لبعضنا بعض مش لازم هذا يلزم واحد يكون عبقري باش يعرف هذا قاعدين نقولوا اللي نتسلفوا فيه نصرفوا فيه ناكلوا فيه والافواه الكل والعمل والحداج مش موجود ما ثماش حتى فئه اجتماعيه هذه الدوله اللي ما تنجمش تتفاهم وتنصب حوار بينها وبين خيرة نخبها وقت اللي يقولوا 90,000 أستاذ متاع ثانوي هذا أحسن ما تملك البلدان ما لقيناش يعني التجينا للأضراب اليوم معلمين الأساسي باش يضربوا 3 أيام أخرين الأطباء صح ما ثماش في اجتماعية ما هيش مضربة اليوم نمارس على بعضنا بعض المساومة نحب نقول أنه ثم وصاية بالنسبة لأمريكا تولقات الظرف سانح لأنه نعرف السفارات ما تقعدش ما تشتغلش ثم التقارير يومية أنا نقول لك اللي الصحافة متاعنا أنا نلتجي لبعض تقارير تصدر في جهات أخرى اللي يفليوا الصحافة متاعنا نعم. عندهم اليوم هالمنظمات الغير الحكومية وعلى فكرة أنا نحب أناشد كلمة أناشد نعرفوها قيمة عندها قيمة خايبة لكن نحب أهيب بالسيد رئيس الحكومة أنه يرجع هالمنظمات الغير الحكوميه وخصوصا اللي فونداسيون المؤسسات الاجنبيه تحت رقابه وزاره الداخليه. اليوم روسيا تو 3 أيام التالي بوتين بنفسه اعلن على قانون جديد لرقابه المؤسسات هذه. انا وهذا بالمناسبه حبيت نقول انه معلوماتنا الكل تدخلاتنا عنه. بالاسم برقم الهاتف الكل مصبوبه في مراكز من خلالها هي يصوغوا سياساتها يصوغوا السياسه نتاعها اليوم واحنا نعرفوا وقت اللي تبدا ضعيف حتى في داخل عائله هذا قانون الطبيعة والتوازنات اليوم أمريكا لقاتنا لقمة صايغة باش تمشي بينا أمورها هذه ما يسمى بك البوان دابوي متاع أرشيماد باش تقوض بها أركان العالم اليوم البلاد الوحيدة اللي ما عندهاش تقاليد حربية اللي بفضل الحكومات المتتالية بعد الاستقلال مدنا المواطن ربما أكثر من لازم مدناه رديناه عصري رديناه رقي يقولوا علينا الغرب انه سوم ترو بوليتيزي ترو بوليتيزي وترو سيفيليزي بتاتر كلكو بار لكن ما كسبناش مقاومات المناعه اليوم كل تونسي ماذا به باسبور ويهج بلاد اخرى يلزمنا نعتز بالبلاد هذه يلزمنا ندافع عليها يلزمنا نعرف ان فيها مقاومه السياده والقوه الى غير ذلك اليوم هالاتفاقيه اللي وقعت ونسميوها كما نحبوا على خاطر حتى اهلها ما عرفوش يسميوها الناس مشاو صحوا فيها وعلى فكره باش نقول حاجه هالزياره الكبيره هذه لو كان جات بالعمق وبالقيمه اللي نحبوا نعطيوها لها ما كانش حدث عابر ان في ديفير يولي هو الاساس صحح وما صحاش وعنده الحق وما عندوش هذا مش مهم شنو هو اللي موجود في الاتفاقيه هذا هو اللي كان نجم اللي موجود هذا هو المفروض كان يكون موجود هو تاثير يقولوا انكادرمون دو لا بوليتيك ايدوكاسيونيل دو لا سيكوريتي دو لا ديفونس ناسيونال يعني الدفاع الوطني والتنميه ماذا بيا تقول لنا خلينا التوانسه باش يعملوا وحدهم رواحهم وشنو مدخلهم هذه نوع من الوصايه انا نحب نبالغ شويه لانه ثم طريقه نتاع بيرتولد بريش بيرتولد بريش يقول يفو شوكي بور روتوني لاتونسيون مش عجب يعني مش غريب انه مش هذا رايي لكن نحب نقول انه هذه معاهده جديده نتاع حمايه
1881 هكا. بالطبع احنا نحب نقول لك حاجه، اليوم قاعدين قاعده تفلس تدريجيا البلاد، ومن بعد يجيبوا شكون يسيرها ويتعاملوا معاه، لانه اليوم احنا عندنا ناس يدافعوا على مصالح الغرب. تقول انت فرنسا اغاتي كلك بنود معناها في ماستريخت وما كبرتش في عينهم الاوروبي، حاولوا ينصبوا عليها وصايه. فما بالك تونس اليوم كل شيء قابل للمراجعة. سي عبد الله لو تعطينا شوية فكرة معناتها. نحب نقول حاجة أخرى أخت فاطمة. كومون بو يغوميدي معناتها. نحب نقول حاجة أخرى، الشعب التونسي باش يفاجئهم. إي كيف أنت ومش الشعب التونسي اللي يعرفوا سي الباجي، راهو نقول بالوضح. أنا هو الشعب. الشعب التونسي اللي مشى 48 لفلسطين. الشعب التونسي اللي انتفض على بورقيبة في 67 وقت الخطب. ملاها الشارع ثلاثة أيام. الخطب النارية ضد عبد الناصر وضد العرب والعروبة وكذا. وقت اللي الكرتوشة الأولى ضربت في 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 شرقنا العربي ووقع الهجوم على مصر، الشعب التونسي انتفض الشارع ثلاثة أيام. تونس النظام تحرقت وتبدل. نحب نذكر وقتها كان مدير العام للأمن الوطني فؤاد المبزع تبدل، جابوا الطاهر بالخوجة. نحب نذكر في حرب الخليج حتى الناس ولات تتفرج في التلفزة نتاعنا، لأنه حتى الإعلاميين ما انصعوش للتعليمات. صحيح. عام 91 تونس انتفضت ضد الحرب على العراق، وشفنا عندما اغتيل، ما نقولش شنق ولا اعدم، اغتيل صدام حسين. صحيح. وشفنا ردة الفعل على اغتيال القذافي على ما فيه من باهي ومن خايب، بحيث الشعب التونسي باش يفاجئهم. انا نحب ننصح، والبورقيبه قال هذا، قال رد بالها امريكا. نحب ننصح حتى اصدقائنا الامريكان، لان وانا يعني ما نقولش متغرب، يعني منصاع الى الايجابيات نتاع الغرب. وبالنسبه لي الامريكان اصدقائنا وعاملونا في يعني في حرب التحرير نتاعنا وقت اللي كانوا الامريكان هما قطرت الاخلاق والمبادئ السامه. نحب نقول لهم ردوا بالكم، راهو تتفاجئوا مع الشعب هذا. كما تفاجاتوا في اليمن، كما تفاجاتوا وقاعدين توا تنسحبوا من العراق ومن كذا. هذا هو يعني هل ياما تجيو تحكيو مع اللي يمثلوا الشعب، خاطر كما قلت ونعودها لترسيخها في ذهن المستمعين نتاعنا، انه التوحد هذا مرض لوتيزم. قاعدين يحكيوا مع جماعتهم تو، كيما سي مرزوق له منا كل الاحترام، هو يعرف الامور في امريكا وفي جهات اخرى اكثر من اللي يعرفها في تونس. كيما سي المهدي جمعه، هما اولادنا ونعتزوا بهم وما حقوه من شهايد وما خبره ولغات اجنبيه الى غير ذلك، لكن ما يعرفوش تونس وما يعرفوش شعبها وما عايشوش وما تعاركوش معاه في الحقيقه. مش طالب طالب مرزوق في مرزوق معناه معروف في اللوجات، والله يشوف في اللوجات معروف في رجيم معتوق، والله يشوف. انا في 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 في, في الوزاره اللي عشت فيها كنت نقل من رتبه لرتبه، كل مره نكتشف عالم جديد. صحيح. راهو الرجيم تاع الجامعه والهذيان تاع الجامعه وكذا، وما ثماش يعني حواجز. انا وقت اللي نسمع محسن مرزوق يقول تنفيذ في رجيم معتوق نقعد نضحك. انا كان الكولونيل اللي برجي معتوق نعرف ونجتمع معاه، فرق سن بيني وبين مرزوق خليني، انه كنت انا في المسؤوليه وقت اللي كان هو في يعمل في المارش في برجي معتوق، هو هزوه للجيش. والكولونيل الشهيدي الله يذكره بالخير ان شاء الله مازال موجود ولبس عليه، كان هو يعمل في عمليه احياء بورقيبه، حب يهز شبابنا لرجيم معتوق مش باش يفيد، قصوا لهم على قرايتهم. لا 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 ما يصيرش. شوف الجيش الاسرائيلي تمشي تعمل ثلاث سنين كذكر وانثى تعمل عامين، وفي العالم الكل هكا هزوهم الغادي باش يوريهم دولتهم مش قاعده تعمل، قاعده تحيي في الصحراء. مش نفاوهم للي يحب يتفسح ويشيخ وكذا، بالطبيعه تتسمى نفي. هي عقوبه على كل حال، هي بالطبيعه نعتبروها عقوبه. مش هو برك هزوا برشا شباب معناها، وفي 80 هزوا في 84 هزوا، لكن الشباب هذا لازم يعمل السيرفيس ميليتير تاعو، الخدمه العسكريه. والخدمه العسكريه كما الخدمه الوظيفه العموميه يعني ابت ايكزيرسي سورتو لو تريتوار تونيزيان، يعني صالح للخدمه على كامل تراب الجمهوريه التونسيه. لو كان شقوا به الحدود وحطوه في صحراء مالي نقولوا نفي، اما ما داموا في تونس ما يتسماش نفي. اي اما انت تقول هذا معناتها مش مرتبط بال، والله نحب نقول لك حاجه. نذكرك اخت فاطمه وانت عزيز علينا وتعرفني مليح، نحب نذكر انا وقت بورقيبه نتكلم هكا كاني بورقيبي، انا بورقيبي حتى النخاع، لكن وقت بورقيبه واقولها على الهواء اقصيت من خدمتي اكثر من سي مرزوق. نعم. اقصيت نعم. من خدمتي عامين وتقصت شهريتي وانا مازال كي جاني وليد عامين ما نخدمش وما نخلصش. اي خاطر توجهاتك عروبيه وقوميه وما يحبوكش نعرفوك. وديمقراطيه سيرتك واحد وديمقراطيه. شنو الحلول توا في مازال لنا قداش امان؟ اربع دقائق. نبداو بالحلول. الحلول معناتها شنو الحل؟ بلادنا توا فهم برشا ناس، فهم برشا تشويش،
وشوشات في الشوارع في المقاهي في كذا في الفيسبوك أن تونس مقبلة ربما لا قدرنا على حاجة. شنية هاللي باش يقع؟ ماذا بينا نفهم؟ البطون الخاوية. سمعت توا ثم حركة عندهم 60 يوم احنا باش تجينا هجمة البطون الخاوية. هذه مش تخويف لأنه المال في تونس احنا عملنا مش فزاعة، عملنا أليبي يقولوا بالفرنسيس يعني تعلة. قاعدين نتبعوا في بن علي وجماعته طرابلسية والبن علي جماعة بن علي. هذا جزء من مليون مما نوهب واللي موجود في تونس. ما نقولش أنا محاسبة وكذا، ثم فلوس في تونس، ثم فلوس وثم رزاق وثم كذا، ما نقولش محاسبة، لا ما نقولش محاسبة يا أخي يا جماعة وظفوها، لأنه المستثمر الأجنبي ما يستثمر في بلاد إلا كان شاف أولادها استثمروا وهما يحبوا السقف في تحالينا الناس هذوما ويعرفوا أنه بإمكانياتهم يسخايلوا هكا، وهذا مش صحيح لأنه التجربة أثبتت في لبنان. لبنان فيها 15 مليون البرة يعني ثلاثة مرات قد موجودين في لبنان وقت اللي كانت الحرب الأهلية وكذا، الليفر لبناس تطلع رغم الحروبات، لكن هذا ما منعش لبنان باش تنهار بالكامل. احنا ما نتمناوش لبلادنا، نقولهم بالله يهديكم عندكم إمكانيات باش توظفوها، لكن حاب نقول حاجة أخرى سيد رئيس الحكومة ومن معه هو سيد رئيس الجمهورية، أنه عندنا كفاءة كبيرة في كل المجالات في الأمن خصوصا متروكة جانبا، بالله نوظفوها. ها يقولوا وظفها حزب معين الحزب إتاج من الإتاجات معناتها وظفهم. والله تحب نقول لك حاجة هامة جدا، هالنهضة قاعدة تتعلم بسرعة النهضة ولا النداء، قاعدة تتعلم بسرعة البرق. لا النداء مازال أموره تعبة، لأنه النداء ما حاجتوش باش تعارك وما تسمعش بعركه نورمالمون في وسطه، هو ثم كفاءات وثم تساترة وثم كذا ينجم يعمل منظومة. العرك على كراسي اليوم 86 نائب في مجلس نواب الشعب، كل واحد يحب يولي وزير، هذا المشكل نتاعو. هما يفهموا اليوم دكتور الوزير. اليوم استاذ هما في معناتها في تحالف اليوم، ومعناتها اي موقف يلزمهم للزوز. لا شوف نحب نذكرك بحاجه، ما تقولش تحالف لانه باجي قايد سبسي قال مش تحالف، قريب يقول راه ثم حتى شيء. لا علاش تغشش عليه سي راشد الغنوشي ورد الفعل بالطريقه هذيك؟ التشارك والتشارك ما نعرفش سي الباجي ماذا بينا عبقري في اللغه يقول لنا شنو الفرق بين التشارك والتحالف. هو التحالف هو تحالف تشارك والتشارك تحالف، تشارك أكثر من التحالف ساعات، لأن التحالف تنجم تفكه في أي وقت. لا لا التحالف تنجم تفكه في أي وقت، الناس يسخالوا التحالف أقوى وهو التشارك أقوى، لأن التشارك أنت تحط أنت تحط كيلو وأنا نحط كيلو، شريكك ما تحبوش يفلس فوالا، لأنه فلسان ومن فلسانك، بينما الحليف تنجم تقول واي بسلامة باش نلاوش حليف واحد. وإحنا ماذا بينا ما بين سي الباجي قايد سبسي وغيره من حلفائه الآخرين الكل تكون النية صافية أولا، لأنه هذا في مصلحة تونس، وإذا كان واحد منهم خرج على السكة الأطراف الأخرى تقول لنا راهو خرج على السكة، لأنه راهم ما عادش بين بعضهم برك، الرأي العام هو الحكم. وهو تعتقد اللي سلباجي بتصريحاته رئيس الجمهورية بتصريحاته في أمريكا ولا كتاباته معناتها ولا تصريحاته اللي وشوشات اللي وصلت معناتها بعث بنيران صديقة للنهضة؟ سلباجي قاعد يقول لنا ديما على تجربته الواسعة، لكن احنا نعرف الامريكان عندهم خاصية في السياسة الخارجية انهم ديما يورطوا حليفهم. ايه عندهم سياسة توريط، كيف يخرج من قصرة متاع امير ولا سلطان في الشرق العربي ولا في المغرب ولا في تونس، يخرج هو مازال ما خرجش من القصر يقول كنا نتفاهموا مش نضربوا الاخر. يلزمك تكون مش كونسنتون برك، مش موافق على الرذيلة، يلزمك تكون تعترف انك ارتكبتها مع الامريكان. هذا كلامك صحيح، لانه جيمس بيكر بعد 90 قال نحن ما كنا لنضرب العراق لولا سوريا والسعوديه وحفر الباترن كلهم. مش نقول حاجه اخرى هامه جدا، يعني حتى في صلبهم في الامريكان يكون مستشار الرئيس يكون كذا، بمجرد ما توفى العهده توفى الوحده يكتب كتاب يفضح فيه كل شيء، تعرف يفضح فيه كل شيء لانه الدولار انجلو ساكسون ماهمش كمان الدولار. واختم بكلمه موجوده على الدولار، ان جوت وي تراست، نؤمن بالله. هو في الحقيقه كاتبين على الدولار يؤمنوا بالدولار اكثر مما هو الله. هذا هو في ظل انتظار يعني تحسن الوضع الاقتصادي والعلاقاتنا الخارجيه مع برشا بلدان وتكون ما فيهاش برشا ويلزم السلطه نتاعنا سواء كانت الرئاسه والا مجلس نواب الشعب والا الحكومه يلزم تبني لها سلسول. جوستومون مدام فاطمه كراي، شكرا على حضورك معنا اليوم. سي عبد الله العبيدي دبلوماسي سابق محلل سياسي، شكرا على حضورك معنا اليوم في ريكاب ان شاء الله غدوه نتقابلوا في نفس التوقيت. باي باي. الكلمة ليك.